والله الواحد يعني شايف بالامانه ان احنا رايحين لنافق مسلم، لان احنا بيحكمنا راجل ما عرفش اي حاجه لا على الاسلام ولا اي حاجه. لان النهارده حتى بزار الغفاري لما راح للرسول وقال لي يا رسول الله اني اريد ولايه، طلب من الرسول ولايه، قال له يا ابا ذر انك لضعيف وانها لامانه ويوم القيامه خزي وندامه. هل الرئيس مرسي عارف ان يوم القيامه هيتحاسب على 90 مليون؟ النهارده الناس واقفه في محطات البنزين بالثلاث ساعات اربع ساعات، الشوارع مقفوله، مفيش اي امان. كل اللي احنا في البلد موجود هو اهلي وعشيرتي، مفيش غير اهلي وعشيرتي. حضرتك مستني ايه من الرئيس النهارده في خطاب؟ انا مستني منه والله العظيم مستني منه يكون فعلا يعني يخاف على الاسلام ويقول انا بتنحى عن الحكم لان انا مش قد هذه الامانه، انها لامانه ويوم القيامه خزي وندامه. هو ده الاسلام. النهارده انا لا مع شيعه ولا مع اي حد، انا راجل مسلم ومؤمن بالله. انما النهارده لما يطلع واحد يفتي ويقول اللي هينزلوا يوم 30/6 دول كفار ومشركين، انت ايش انت ايه دخلك في قلوبهم؟ انت مين انت عشان تحكم؟ انت تتوقع ان هو يعمل كده فعلا؟ لا انا شايف ان هو هيطلع يتكلم عن الصوابع والدراعات. ان الصوابع بتلعب ودراعات بتلعب، بتلعب فين ما اعرفش. انا بقول لحضرتك هو ده اللي هو طول ما اصل بص دايما طبيعه البشر الخائن، الخائن طبيعته بيخون الناس كلها دايما كده. الخائن حاسس الناس كلها خونه، اللي بيتآمر حاسس ان كل الناس بتتآمر.